طرف جماعة الحضرية بالكناس في جولتها الثانية من 2020 أكتوبر 2019 جمهور الكريم أمانة كبيرة أن تحضروا معنا الجمهور أربعة الأوقات رفقة هاتية المنصة ديال اليوم كانت من تنظيم واحد القطب القطب الثقافي اللي فيه ثلاثه ديال الجمعيات مغرب مواهب الحضاريه ثلاثه اسماعيليه جمعيه العلم تنظيم الثقافات حطينا برنامج مع البلديه وحطينا كلشي جينا الباحث خدمنا وكان دور ما ملاماش لحقاش كانوا كيديروا تلاعبات اليوم لقينا واحد السيد انه معاهم شريك ديالهم ولا معرف ما كانش في البرنامج وما كانش حاضر كيعطيهم تعيطهم التليفون كيجي كيقتحم البرنامج كيجيب دراري بزاز يبروبوزيهم هنايا لدرجه انهم جابوا واحد السيد اللي حاط السلوكات ديال الجاسم حتى في التام وياه جابوا واحد الكلوشاره كيخرج الفنانين كيدفعوهم بطريقه عماجيه زايد دابا الان واقفين يعني بحال تقول حطموهم نفسيا وقهروهم بالعربيه لان ماشي اعتبار الفنان انك تقدروا على الاقل حتى الا كان عندك شي مشكل في التنظيم اجي دير واحد الرساله اعتذار لهم ولكن بالطريقه اللي شفنا انا الفنان المكناسي راه عمره ما غيزيد قدام وانا فري دابا تاكدت 100% بان كاين شي جهات كتكره مكانسه مكناس حنا مكناس ما كنكرهوهاش شي جهات باغا تكره مكانسه مكناس بالنسبه لي مهرجان هاد مكناس اصلا المهرجان بعدا ملي كنسمع مهرجان كنتمو وكاله فنيه كنحترمها ملي كنسمع شي اداره الاداره خصها تهتم باصلاحات المدينه ما تهتمش بالتنظيم لان التنظيم عنده هيكله عنده فريق ماشي موظف غادي يجي ما اصلا ما عندوش واحد الطريقه يهضر مع الفنان راه ماشي منصه يجي تريتور يحط لي منصه جوج لي باف ويتسمى انه راه حط لي سونوريزاسيون راه كاين كل حاجه عندها التخصص ديالها راه كاين ليكيب كينظمو بالنسبه لهذا التنظيم اللي داروا دابا انا بان لي انايا هي كتسمى بلغه واضحه فلوس ديال الجمعيات اللي شات هي اللي كتصرف قبل ما يدخل الموسم ديال